فوزي العياط أكد في سياق حديثه أن سبب انهيار التنظيم في سرت هو الضعف العسكري للتنظيم، مشيرا إلى أن القوة الإعلامية من خلال إصداراته كانت تروج لشيء غير حقيقي وغير واقعي. المسألة في ليبيا، احنا في حرب ثورة 17 فبراير، شفنا الحروب في ليبيا كيف يعني تعتمد على أسلحة معينة، يعني من ضمن الأسلحة اللي مهمة وتعتمد عليها في الحرب السلاح، يقولون سلاح 23. سلاح 23 مهم في الحروب وكذا. التنظيم كله في سرت، يعني بعضه من سرت والنوفلية والمنطقة هذه المحيطة به، كان عنده منه 5 أو 6 قطع يعني بس. فأنت لو تجي في وقت قبل مثلا الحرب حتتخيل أن عندهم منه عدد كبير. يعني مثلا الدبابات، التنظيم كان عنده دبابتين شغالات يعني بس، دبابتين يشتغل واحدة عاطلة يعني، وكذلك الأسلحة الأخرى. فكانت أعداد العتاد والسلاح كانت قليلة وضعيفة يعني، ما هيش الكثيرة يعني. فلهذا عسكريا هو أضعف من الواقع، يعني الواقع أضعف من الإعلام يعني.